السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتاتي، معكم أيوس. دونك إن شاء الله اليوم غادي نكملوا في الفصول ديال لو ديرني جو دان كوندوني باسكو هي كاع اللي قاصحة، واليوم إن شاء الله غادي نكملوا في الفصل الحادي عشر شابيتر 11. دونك نبداو إن شاء الله. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les quatre murs de ma cellule. Et sans couvert d'écriture, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns et les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici, du moins. L'île Mazama Brayoslo. Iden, pardon, Rultanaya. Hena Sbah Mazama Brayoslo. Iden, Ashrandir Fili, Yani Sahar. صاهر وكيتسنى الصباح ما يقدرش ينعس يديه بسبب الخوف من الاقصالة، بسبب الخوف من الموت، بسبب كاع الافكار اللي كيدوروا في عقله. اذا الصباح مازال ما بغى يوصل، اذا اش غندير في هذا الليل؟ جاتني واحد الفكره، نط وضويت بالمصباح ديالي. كنا قلنا باللي الحراسه ديال السجن عطاتو مصباح وعطاتو ستيلو ورقه ريشه ورقه وداك الشيء. دونك ضويت بالمصباح ديالي على الجدران الاربعه ديال الزنزانه ديالي ولقيتهم عامرين بالكتابات وبالرسومات باشكال غريبه، باسماء مختلطه، وحده كتمسح الاخرى. استنتجت بلي كل محكوم كان بغى يخلي الاثر ديالو هنا على الاقل. هنا يعني فاش كيكون شي محكوم ولا شي مسجون في ديك الزنزانه كان كيكتب في الحيط. دونك هادو هما الكتابات والرسومات، ولا كيرسم. فاش كيكتب واحد سميتو، مثلا واحد كيكتب جيرار ولا اخر كيكتب فوقها برنار، دونك واحد الاسم كيمسح الاخر. هذا الشيء اللي عنا باسم اسماء مختلطه والوحده كتمسح الاخرى. وفي الاخر استنتج بلي كل محكوم كان بغى يخلي الاطر ديالو تما على الاقل في ديك الزنزانه على الاقل، لانه عارف بلي غادي يموت، يا اخي بغى يخلي شي حاجه يتذكر بها، بحال ما يفناش هذه الدنيا، شي حاجه تفكر باش شي حاجه تكون باقي كتربطو بالحياه. وكانت كواحد الجست اللي ديزيسبيري، واحد الجست اللي يئيس، هو انه يكتب الاسم ديالو في الحيط، بحال الناس اللي كتبوا مثلا الاسماء ديالهم في القسم، الحيطه ديال الاقسام. عندنا في المغرب هذه القضيه معروفه مشهوره بزاف. دونك علاش كيديروا هذا الشيء؟ لحقاش ابخي ما كيخرجوا مؤسسه كيبغيو انهم يعني الوجود ديالهم يفناش من ديك البلاصه. هذه الطبيعه ديال الانسانيه، الطبيعه ديال الانسان باردون. دونك غنكمل وما نبداش نفهم بزاف. سي دو كرايون دو لا كري دو شاربون دي لتر نوار بلونش غريز سوفون دو بروفوند انتاي دون لا بيير سا اي لا دي كاركتير رويي كون ديري ايكري افيك دو سون. سيرت si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée épars sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. هذا الشيء مكتوب بالقلم، هذه الرسومات والاشكال مكتوبين بالقلم بالطباشير وبالفحم، حروف سوداء من الفحم، باسكو ملي كتكتب بالفحم ايفيدامون كو سي نوار. دونك حروف سوداء بيضاء من الطباشير ورماديه من القلم. دونك حروف سوداء بيضاء ورماديه غالبا كيكونوا محفورين بعمق في الحجر هنا وتما. كنلقى يعني ما عرفت كيفاش نعبر عليها فرانشمون. اتون اون سكوند. دونك سا اي لا، يعني من هنا وتما، يعني بلاصه من بلاصه الاخرى، مره كتلقى مره فوالا مره دونك مره كتلقى شي احرف مكتوبين بالدم ومطموسين. هادو الناس اللي ما عندهم لا طباشير لا فحم وما عندهم لا قلم، دونك كيكتبوا بالدم، ولا ربما كتبوا بالدم باش يعبروا على العمق ديال الفكره ديالهم. ما يهمناش.
قلنا من هنا من المرة ما راك تلقى شي حروف مكتوبين بالدم ومتموصين. لو كان عندي الخاطر سافي دوك ما عندوش الخاطر دابا. سي جافي ليسبري لي بلو ليبر يعني ما عندوش الخاطر دابا. الترجمة الحرفية غتكون كون كان عندي الخاطر اكثر حرية. باسكو دابا مسجون وما عندوش الخاطر وكلشي. دونك لو كان عندي الخاطر كنت سوقت كنت اهتميت لهذا الكتاب الغريب اللي كيتطور قدام عينيا صفحة بصفحة مع كل حجرة من هذه الزنزانة. كنت جمعت كاع الاجزاء لهذه الافكار المتنافرة على الحيط. كنت قلبت على كل راجل تحت جميع الاسماء. كنت عطيت المعنى والحياة لهذه الكتابات المشوهة لهذه الجمل المقطعة لهذه الكلمات المفطورة. جسد بدون رأس تماما بحال الناس اللي يكتبوهم. دونك كان عندي الخاطر بلو ليبر كنت سوقت لهذا الكتاب الغريب اللي كيتطور قدامي عينيا صفحة بصفحة. شنو الكتاب غريب؟ ايفيدامون كو الكتاب هو مجموعة افكار ماشي بالضرورة كتاب بصفحات ولا كلشي. دونك هذا كتاب بصورة مجازية ماشي بصورة مادية ولا بالمعنى مباشر الكلمة. دونك كنت سوقت هذا الكتاب الغريب اللي كيتطور قدام عينيا صفحة بصفحة مع كل حجرة من هذه الزنزانة. دونك بلاصة الصفحات كاين الحجرات ديال هذه الزنزانة. كنت جمعت كاع الأجزاء ديال هذه الأفكار المتناثرة على الحيط. كنت جمعت الأفكار الأجزاء كنت جمعت فكرة وجمعتها مع فكرة. يعني قريت واحد باغ اكزومبل شي حد كتب شي جمله في الحيط كنقريتها وجمعتها مع هادي وجمعت مع هادي وجمعت شي فكره باغ اكزومبل من نادا جينيرال شي فكره جينيرال. يعني كنت سوقت وكنت درت هادشي وكنت قلبت على كل راجل تحت جميع الاسماء. كنت عطيت المعنى والحياه لهاد الكتابات المشوهه لهاد الجمل المقطعه. كنت لقيت على المعنى ديالهم كنت قلبت على المعنى ديالهم وعطيت لها المعنى ولهاد الكلمات المبطوره. عشر كلمات المبطورة لحقاش كيكونوا مكتوبين وكيكونوا ممسوحين. مثلا النص ديالهم مكتوب النص ممسوح. باغ اكزومبل كلمات شي حد بغى يكتب كلمة ليبرتي كتب ليبرتي ولكن مع الوقت تمسحات ليه تي و اكسون. دونك هادي مبطورة جزء من الكلمة مشات. جسد بدون رأس هكذا مثل هاد الكلمات المبطورة. جسد بدون رأس تماما بحال الناس اللي يكتبوهم. علاش؟ لانه ايفيدامون الناس اللي يكتبوا دوك الكلمات كانوا محكوم عليهم بالاعدام وفي ديك الفتره يعني الراس راح. ا لا اوتور نو باردون فوالا اتون سيكوند سيل بلي ا نو ا لا اوتور دو مون شيفيل il a deux cœurs enflammés percés d'une flèche et au-dessus amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à trois cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessous. Et ces mots. Vive l'empereur. 1824. Chevet, à l'auteur de mon chevet. Chevet, Wellikangulub Ingelizia, bedside. Side of the bed. من بعد كنفكر ندير ان شاء الله شي فيديوهات ديال الانجليزيه باش شي الناس ديال الباك كيفدا. المهم كنخرج على الموضوع ديما. قلت دونك قبلت السرير ديالي قبلت الجانب ديال السرير لقيت جوج القلوبة ملتهبين وكيخترقهم سهم وفوقهم مكتوب حب للابد. المسكين ما طولش في الدنيا بزاف. الناس اللي كيرسموا ديال القلوبة وكيخترقهم سهم وداكشي. دونك شي حد داير جوج قلوبة وكيخترقهم سهم سافا دير القلب ديالو القلب ديال لا بيغسون اللي كيبغي وفوقهم كتب حب للأبد. دونك المسكين اللي رسم هادشي ما طولش في الدنيا بزاف لأنه هو ايفيدامون كيتعدم. دونك حدا ديك الرسمة حدا دوك جوج القلوبة مرسومة قبعة بثلاث قرون. قبعة فيها ثلاثة ديال الهورنز ثلاثة ديال القرون وفوقها واحد الشكل صغير مرسوم بطريقه خايبه وفيه هذه الكلمات يحيى الامبراطور. شمن امبراطور ايفيدامون
كندويو على واحد الفتره ديال بوست ريفولوسيون فرانسيز، يعني بعد الثوره الفرنسيه، من بعد يعني كانت الثوره الفرنسيه جات باش تنشر الافكار ديال العلمانيه، ديال الحريه، ديال حقوق الانسان. يا ابخي جات واحد الفتره ديال الامبراطور بونابارت، ديال الامبراطور نابليون. دونك ايفيدامون هادشي اللي قصد به هذا السيد اللي رسم هادشي، يحيى الامبراطور، وحداه كتب 1824. فوالا. دونك انكور دي كور انفلامي avec cette inscription caractéristique dans une prison, j'aime mais j'adore Mathieu Danvin, Jacques. Sur le mur opposé, on dit ce nom, Papa Vuin. Le P majuscule est brodé d'arabisque et tant je l'y vais avec soin. Un couplet d'une chanson obscène. Benouliaklou Bamultahbin Ochrin. مع هاد الكتابات اللي ولفناهم في السجون، وحب وأعشق ماثيو دونفان جاك. دونك ماثيو دونك ولفناهم في السجون، ايفيدامون في أي سجن فغاد بان ليك في شمن سجن، في ما مشيتي في المغرب نيتا في الحيطة تبان ليك جو سيبا وحبك يا سلمى، ولا عزيز بلوس سلمى إيكال ديك قلب لامور. دونك الفرنسيين ولفوا هاد الكتابات في السجون، ولكن بما ان المغرب سجن كبير دونك ايفيدامون كحنا غادي نولفوا هاد الشيء في الحيوطه ديالنا. جريغول ايفيدامون. دونك كنلاحظوا بلي انه هنا كنقولوا احب واعشق ماثيو دونفان جاك. دونك ماثيو سميت راجل، جاك سميت راجل. دونك هاد السيد علاش تعدم؟ لانه كان مثلي، انه كان اون بيرسون اللي كان راجل كتبغي راجل، فهمتي؟ و ابخي ايامات يعني فرنسا مازال ما كانت علمانيه، اوكي، مازال ما كانت كتامن بالحريه الجنسيه، مازال ما كانت كتامن بهذه القضيه ديال المساواه وكل شيء. فايفيدامون هادشي كانت في القرن 19، فايفيدامون كانت في كاع الدنيا كاملها المثليه الجنسيه كتعاقب عليها بالموت. دونك هذه هي القصه ديال هاد جاك وهاد ماثيو دونفان. دونك في الحيط المقابل للسرير ديالي في كنس مكتوب هذا الاسم بابا فين، اوكين علاش نون بابا فين. دونك اسم بابا فين، الحرف الاول بي كان مطرز بزواق عربي ومرسوم بشكل جميل، وحده جزء هذا بارتي من اغنيه فاحشه، اغنيه خايبه. ان بوني دو ليبرتي سكولتي اسي بروفوندامون دون لا بيير افيك سوسي دي سو بوري La République. C'était un des quatre sous-officiers de La Rochelle. Pauvre jeune homme, que leur prétendue nécessité politique s'entêteuse pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi, qui me plaignais, moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. دونك ايضا لقيت على الحيط قلنسوة الحريه، بوني دو ليبرتي، مرسومه بشكل عميق على الحضور. دونك بوني دو ليبرتي هي اللي كتلبس ماريان. ماريان هي الرمز، هي الرمز ديال لا ريبوبليك فرونسيز. دوني مون سكوند نقلب لكم عليها. دونك ماريان République française. Aïe. Yahadi a dicté la République française. Là, tu vois, les services publics en France. Yahadi, Marianne. Donc, Marianne, tu vois, alors vous voyez, l'absa, qu'on soit. L'absa, qu'on soit. Tu vois, Yahadi, qu'on soit de Huria. Ou Yel Rams, Yel République française. Donc, Yahadi, qu'on soit. شو ديال الثقافه مع ما هكا الضر. دونك مرسومه هاد القلنسوه، هي بحال قلنسوه بحال القبعه اللي كيلبسوها الناس في البلاد فاش كيكون البارد، داكشي كيغطوا بها راسهم كامل. دونك هذيك القلنسوه ديال الحريه مرسومه بشكل عميق على الحجر مع هاد الكتابات فوقها، بوريس لا بوري الى الجمهوريه لا ريبوبليك.
كان الضباط الأربعة من مدينة لاغوشيل، الشاب المسكين، من أجل الضروريات السياسية ديالهم المزعومة، من أجل فكرة، حلم، من أجل خيال، كان عليهم يمروا بهذا الواقع المرير اللي كان سميوه المقصلة. وأنا اللي كنت شكا، أنا تعيس اللي ارتكب جريمة حقيقية، أنا اللي أرقت الدماء، أسلت الدماء. دونك هاد الضباط الأربعة من مدينة لاغوشيل هما إلا بغيتو أبطال في ليستواغ فرونسي، في التاريخ الفرنسي، هما أبطال أربعة ديال الضباط الفرنسيين مدينة لاغوشيل اللي كانوا تمرضوا على لومبخور، كانوا تمرضوا على النظام ديال الإمبراطور، وكانوا كيساندوا النظام ديال الجمهورية. باسكو فرنسا كانت من يامات الثورة الفرنسية 1789 كانت كتدعو إلى الجمهورية. إيفيكتيفمون في الأول كان عندها جمهورية، مي أبخي ديك الجمهورية دغيا تقلبات إلى ملكية، وعاد دغيا تقلبات إلى إمبراطورية. دونك فرنسا خداتها خمسة ديال الجمهوريات باش أنها تولي جمهورية ديمقراطية اللي كنعرفوها اليوم. خمسة ديال الجمهوريات أبل كولتور توجور، ما عمرها كضر الكولتور، لا كاع كان عندك برودكسيون كخيت خدات تستعملا. دونك خمسة ديال الجمهوريات اللي دازو على ليستواغ فرونسي. وكاين دابا واحد المرشح اللي كيطالب بجمهورية أخرى باش يتبدل، باش يتبدل الدستور، يعني جمهورية أخرى، سميتو باقي ميلونشون. ميلونشون على أيين، هاد بوريس كان من هاد الضباط اللي تعدموا بسبب الأفكار ديالهم السياسية، بسبب أنهم حاولوا يقلبوا النظام. دونك اعدموهم، من أجل الضروريات السياسية ديالهم، من أجل الفكرة، من أجل الحلم، من أجل الخيال ديال الجمهورية اللي كان عندهم، وكان عليهم يمروا بهذا الواقع المريض اللي كنسميوه مقصله. وانا كنتشكى، هذا المحكوم كيدوي ماشي انا، ما كنتشكاش، وانا كنتشكى، انا التعيس اللي ارتكب جريمه حقيقيه، انا اللي ارقت الدماء. دونك هذا راه واحد البارتي دي تري تري امبورطون، جزء مهم بزاف. هنا كنعرفوا بلي راه هذا راه كوبابل، راه السيد راه ماشي بريء، محكوم عليه، محكوم راه ماشي بريء. قتل ماشي قتل، ما عرفتش قتل ولا لا، المهم اسال الدماء. اي دونك كيقول لك بلي هنا كيقول لك بلي كنستحق انايا، بلي ما كنستحقش نتشكى، ولكن في نفس الوقت ما كيستحقش عقوبه بحال عقوبه الاعدام. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir crayonné en blanc au coin du mur une image épouvantable. La figure de cet échafaud qui à l'heure qu'il est se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. قررت ما نتابعش القراءة ديالي للكتابات اللي لحقت، حيت لأنه يالله بانت ليا مرسومة بالأبيض في القنت ديال داك الحيط، صورة مرعبة، بانت ليا الشكل ديال المقصلة اللي ربما كيوجدوها ليا في هاد اللحظة بالضبط. تخلعت لدرجة أن المصباح كان غيطيح من بين يديا. دونك كنشوف بلي هاد لا بيغسون راه لي تيغيفيي، راه مخلوعة ميتة من الخوف، غير شافت الصورة ديال 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 المقصلة وهي تهز كاملة. دونك هادشي علاش ربما مكينعسش، هادشي علاش في الأول ديال هنا كاملو قالك الليل الصباح مازال ما بغا يوصل، إذا أش غادير في الليل؟ دونك ما بغاش ينعس، ربما من داك الخوف، من داك الغرب. على أيين هذا هو الشابيتر 11، غنكمل الشابيتر 12 جو بخامي، كنوعدكم في أقرب وقت. سمحوا لي الله إلا غير مع ال... غير مع هذاك مع ال... تحنا عندنا المشاغل، تحنا عندنا الميدار، عندنا هذا الشيء، عندنا هذا الشيء. كنحاول هذا لي شابيتر ديال لو ديغ دو كون ندير لا باتامي غفاين، نحاول نساليهم كنديرهم في الصيف. إلا شفتوا لي دات كنديرهم في الصيف فاش تكون ديك العطلة، كنحاول نزرب عليهم دغيا، لانه كنعرف راسي بانه في العام غادي نكون شويه عليا الضغط وكل شيء، وما غاديش نقدر نكمل بحال هذا الشيء. مي دابا شوفوا بخا كنوعدكم بلي غندير جهدي باش نحاول نكملهم حتى الحد اللي قدرت فيه. وفي هذا الاثناء كنقترح عليكم واحد لاشين ديال مولاي السلطان، مولاي السلطان، وغادي نوريكم كيفاش يعني الطريقه اللي كنترجم بها هذا الشيء باش الله تخدم ديالها نتوما ريوسكم، وحتى الا بغى شي حد يديرها ولوحها في يوتيوب وينفع للناس الاخرين راه مزيان، راه حاجه مزيانه. حنا ما كنديروش هادشي على قبل والو. دونك
القناة ديال مولاي السلطان، القناة ديال مولاي السلطان فيها كاع اللي هادو، فيها أونتيغون، فيها ديرنيش دان كونداني اللي مترجمة كاملها، غير المشكلة أنها بالعربية دارجة لي كلاسيك، شوية عربية قاصحة، مي سي توجور ميو، توجور ميو كو ريان. La Boîte à Merveilles تاهي كاملة، كاين أونتيغون، كاين كونديد، حتى الناس ديال الباك، الناس ديال الباك تاني، الناس ديال التاسعة، الناس ديال السانكيام جو كخوا. دونك هذا واحد الريفيرونس بحال ما قديتش نسالي هادشي. اي سي تو، شكرا للمتابعة ديالكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي.